قضية لا تتعلق بإرادة دولة أو دولتين. هناك تفويض من المجتمع الدولي، أكثر من 170 دولة صوتت الشهر الماضي لصالح تفويض الأونروا، استمرار خدمات الأونروا. سنواصل الالتزام بالتفويض الأممي الذي منح لنا إلى أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا يرضى به اللاجئون. أما الحديث عن تصفية الأونروا أو إنهاء خدماتها، هذا حديث ليس في مكانه. نحن نأخذ شرعيتنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أراد أن يغير فليذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس قراراتنا أو هناك.